السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو خاص لمتابعيني وما راح ينزل على الانستغرام لأن ممكن تطول الحلقة، أبي أخليه على اليوتيوب. يا أخوان، أي شخص يؤلف كتاب أو عنده قناة أو عنده برنامج تلفزيون، أيا كان، شخص ينشر ما عنده، سواء كان عالم دين أو دكتور طبيب أو مهندس زراعي أو كهربائي، أيا كان، يقدم مادة معينة للمجتمع، ما في أحد معصوم من الخطأ، هناك خطأ وصواب، لكن الإنسان الجيد تجد خطأه قليل، يعني يفيد الناس، ما نقول ما في خطأ. كيف الإنسان يكون جيد؟ يكون الإنسان جيد في طلب العلم على أصوله، طلب العلم الأصلي. يقولون أهل العلم: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فيكون عنده أخطاء لأن تعلم مسك كتاب وقرأ فقط، ما تعلم عدة طرق. التعلم عدة طرق. كيف تتعلم؟ تتعلم عدة طرق، تتعلم من الحياة، تتعلم من دكتور جامعي يدرسك، تتعلم من شيخ دين يدرسك، تتعلم من كتاب، حاليا تتعلم من فيديوهات، تتعلم من دورات. التعلم له عدة طرق، لكن هناك طرق أصيلة أن أنت تتعلم من المصدر الأصلي. يعني أنت تريد أن تتعلم كهرباء، لابد أن تتعلم على يد مهندس كهربائي أو دكتور في علم الكهرباء، يعلمك أساسيات العلم وأصولها. هني أنت باستطاعتك أنك تنطلق، بعد ما تأخذ الأصول تنطلق بالفرعيات، ممكن أنت تثقف نفسك. مثال آخر، أنت تريد تعلم قيادة السيارة، ممكن أن أبوك أو أخوك أو صديقك يعلمك طريقة قيادة السيارة فقط، تمشي في الطريق وتتحاشى الحوادث. لكن بالمستقبل والتعود والتكرار والأسئلة، يعني أنت جديد في السياقة، تسأل صاحبك تقول: أنا ذهبت إلى الصحراء والسيارة تعطلت في الرمال مثلا، يقول لك: اعمل كذا لا تعمل كذا. فهذه طرق فرعية في الاستفادة في تعلم القيادة، لكن أنت أسس القيادة تعلمتها، انك ما تتجاوز السرعه، ما تتجاوز الاشاره الحمراء، عند الالتفاف تنتبه للسيارات القادمه، وهكذا. اذا اي شخص عنده ماده يقدمها، في خطا وفي صواب، لكن تكون نسبه الصواب عاليه جدا لان هذا متعلم باصول صحيحه. طيب، أنا شخص أقدم مواد كثيرة جدا باليوتيوب، الحمد لله، أحب الاطلاع في جميع المجالات والتجربة، هوايات، تربية دجاج من صغري، يا ربي دجاج، تربية حمام من صغري، حدادة، أنا حداد من صغري، أتعلم حدادة. البعض يقول: أنت ابتع كله ولا أنت تفهم في كل شيء. نعم، أنا رجال الآن عمري 50 سنة، من صغري أنا أحب أتعلم كل شيء وبجدارة وبتمكن، تمام؟ من فضل الله جل وعلا. حتى في الدين درست على يد مشايخ، ما أخذتها من الشارع أو أقرأ ساندويتش كتيبات صغيرة وكذا وأقول والله أنا فهمت الدين. لا، أنا تعلمت أسس الدين على أيد مشايخ. أنا ماني عالم دين ولا أني داعي الدين، لكن عندي أسس باستطاعتي أني أناقش المبتدعة مثلا، أرد عليهم في بعض الردود مثلا، لأن عندي قاعدة، عندي أصل. طيب، الموضوع كله حول التعلم والفهم. قدمت حلقات كثيرة عن الحمام، يأتي البعض يقول: حوالي 44 حلقة. أنا أقدم المادة للشباب الجهال في تربية الحمام، تجد دكتور جراح قلب متمكن، تجد عالم فيزياء ممكن يصل على قنبلة نووية، لكن ما عمره ربى حمام،
أكيد جاهل في تربية الحمام، فممكن يتعلم مني أنا. يعني أنا ما أساوي أظفر من العلم اللي عنده، ما أساوي ذرة من العلم اللي عنده، لكن هو محتاج هالذرة اللي عندي أنا. رجل تقاعد مثلا، شرى مزرعة، وهو عالم فيزيائي يدرس في الجامعة، شرى مزرعة، اشترى مزرعة ويريد أن يضع حمام، جاهل في الموضوع، فيرجع إلى فيديوهات عايد الهاتفي، هالذرة هذه يرجع لها ويستفيد منها. فالعلم التبادل وتعلم ما فيها شيء، المكابرة ما نهائيا أخي الكريم، المكابرة ما راح تحصد علم نهائيا، الغرور ما راح تحصد علم نهائيا، الحقد إذا قلبك أسود ما راح تحصل على العلم نهائيا. الآن توسعت الأمور وتسهلت، قبل في السابق لازم تؤلف كتاب أو طباعة ومتعب وتضعه في المكتبات ويبيعونه وكذا ولازم الناس تقرأ. الآن صارت المسألة سهلة جدا باليوتيوب، شخص ما يمشي في الطريق، زحمة الطريق، يشغل اليوتيوب ويستمع. تلقي العلم صار سهل، طلب العلم أصبح سهل، فبإمكان أي شخص أن يتعلم أي شيء يبيه. أنا عن نفسي أي موضوع أجهله أركز عليه أسبوع شهر حتى أتعلمه، أنا عندي إصرار. إذن يا أخوان، أي مادة تشوفونها تقدم من شخص معين، إذا أنت شخص تطلب العلم حقيقي استفيد من هالشخص هذا، أما إذا أنت شخص حاقد وخبيث وجبان وقلبك أسود، الشخص اللي قدم المادة هذه ما درى عنك أصلا. أنا الآن أقدم مادة، وقلت أنا في بداية الفيديو للمتابعين الكرام وليس للمتابعين الأخساء، لأن يا أخوان أنا ما أستغرب، هذه أمور الحياة، أجد في فيديوهاتي البعض يدخل علي موضوع عن الكهرباء، يدخل علي يكتب لعنك الله، ما تعلم هل هو جاهل هل هو شخص يعرفك. وعندي تعليقات كثيرة، أشخاص يعرفوني يسبوني ويذكرون أشياء من حياتي. ليش؟ لأن حاقد. حاقد شلون هذا عنده 25,000، وإن شاء الله قناتي توصل 1,000,000، 25,000 متابع وأنا ما عندي متابع واحد، شلون هذا قدر يلم في هالعلم هذا وأنا ما أفهم؟ فيحقد، فيدخل باليوتيوب ويقوم يعلق تعليق حاقد. البعض ما يعرفني، لكن شوفوا قدم مادة صارت عندي كثير جدا. للأسف أطرح أقول هذه مسألة علمية، ما يردون ردود علمية، يردون يسبونك. ففي نقطة اللي هو حل بسيط لأي حاقد يعلق عندك تعليق سيء، لا ترد عليه، إذا رديت عليه هو راح يفرح لأنه عرف. يعني الآن هو سبك الخط هذا، التعليق هذا وهو سبك الآن، أنت يا فلان فيك كذا كذا كذا، وهو يريد من الكلام السيء هذا أنه يوصل إلى قلبك الانهزامية، أنت تقرأ الكلام هذا ويصير عندك انهزامية، وهو يريد أن يصل إلى هذا الهدف، فأنت اقطع عليه الجادة. إذا رددت عليه هذا الشخص سوف يعلم أنك قرأت تعليقه السيء، تأكد هو هذا الشخص تأكد أنك قرأت تعليقه السيء. في هذه اللحظة هو يرتاح جدا ويفرح ويسعد لأنه تيقن أنك قرأت تعليقه من ردك عليه، هذا هو اللي يبي. فأنت لا ترد عليه حتى لو قرأت تعليقه، لا ترد عليه، وهو الآن يجهل هل أنت قرأت تعليقه أم لا. أنت صك بلوك، حتى لو عطيته بلوك وهو يدري أنك أنت قرأت التعليق، لكن ما هو عارف ردة فعلك، ما هو عارف درجة الانهزامية اللي وصلها لك. رأسا سك بلوك، خلي يروح يشتري، يسوي إيميل ثاني يهجم عليك، يسوي إيميل رابع يهجم عليك، أنت مجرد بلوك فقط. تمام يا أخوان، هذا بالنسبة للردود والحقد. طلب العلم يا أخوان يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى تركيز. أنت لا تشتت نفسك، مثلا أنت الآن عندك موضوع تربية الحمام، عندك موضوع
إلكترونيات، عندك موضوع كهربائيات، عندك موضوع تكييف، أي موضوع كان، إيش تعمل؟ تذهب إلى اليوتيوب بكل سهولة، إذا عندك مكتبة قريبة تبحث هل في كتب تتكلم عن هذا الموضوع، إذا في كتب تتكلم عن هذا الموضوع وعجبتك اشترها وقرأها واستفيد، إذا ما في اذهب إلى اليوتيوب، احنا العصر الآن عصر اليوتيوب. هناك يوتيوبرز يسمونهم أو مقدمين حلقات في اليوتيوب أنواع، في ناس جهلة يأتي يقدم مادة ويخربط المعلومات كلها، يعني يغير المفاهيم عندك. هذا حاول أنك أول ما تبدأ في البحث عن المادة اللي أنت بتفهمها لا تسمع لشخص واحد فقط كل فيديوهاته، لا، حاول تلخص، يعني مثلا تدخل 10 فيديوهات مختلفين تستمع لهم، تلخص، تقط 5 تأخذ 5، تشوف الخمسة هذه الفروقات بينهم بالشرح، أيهما أصدق، أيهما أوضح شرح، أيهما أدق معلومات، حتى تثبت على 2 أو 3 أشخاص هم اللي تتلقى منهم المادة العلمية هذه، فتقوم تتابعهم وتستفيد منهم. احذروا من المقلدين. المقلدين كيف؟ الأكثر يسعى إلى الكسب المادي عن طريق اليوتيوب، خاصة في الدول الفقيرة سواء عربية أو غير عربية، تفرق معه، يعني لما قناته تصير 30,000 50,000 يدش عليه مبلغ بسيط، بالنسبة لنا حنا كالخليج مبلغ بسيط، مثلا 50 دينار أو 60 دينار، أنا ما عندي استعداد أتعب نفسي بالساعات بشكل يومي عشان أنا أكسب 50 أو 60 دينار بالشهر أو 100 دينار بالشهر، ما عندي استعداد، لأن حنا في الخليج دخلنا أكثر شوي. لكن في الدول الثانية لا، عنده استعداد يستميت وبالساعات وما يخرج من البيت ويدمر حياته الأسرية وكل شيء عشان يوصل للمرحلة هذه، يأخذ له مثلا 180 دولار أو 200 دولار، لأنها فعلا تفرق معه، تمام؟ فأنا ما ألومه إذا كان يقدم مادة صحيحة، الله يرزقه وشيء جيد وطيب والله يوفقه ويرزقه. لكن أنا ذكرت لكم الأسباب ليش أكثرهم يقلدون قنوات أخرى حتى يصل إلى المكسب هذا بطريقة خطأ، يعني يقوم هو ما يفهم أي شيء بالكهرباء، يقولكم اليوم أنا جايب لكم موضوع مهم جدا وشرح جيد ومش عارف إيش عن مثلا القواطع الكهربائية. هذه القواطع الكهربائية لما يجي واحد مختص ويشرح فيها راح يشرح لك الفكرة عامة، ما راح ينقصك شيء، وراح يشرح لك بالطريقة الصحيحة لأنه فاهم. أما المقلد راح يشرح لك رؤوس الأقلام، يعطيك مفاهيم لكن يضيع وقتك ربع ساعة أو 10 دقائق أو نص ساعة على رؤوس أقلام، ضاع وقتك ما فهمت شيء. لذلك أنا أقول لك إذا بديت في موضوع معين وأنت تريد فهم هذا الموضوع، ادخل في 10 قنوات 15 قناة مختلفة، انظر طرق الشرح، توصيل المعلومة، غزارة المعلومات، حتى تلخص كم شخص تعتقد انه مفيد فتابع. فعملية التكرار موجودة كثيرة جدا في اليوتيوب للأسف، ودمروا اليوتيوب. حنا نبحث بالعربي مثلا، خربوا اليوتيوب بالآلاف، يعني تدش درس عن القواطع يطلع لك 1,000,000 واحد، بعضهم بهايم ما يفهم شنو قاطع أصلا، أول مرة يشوفها بحياته، خلال نص ساعة شاف له فيديوين، دون المعلومات جاء وألقاها في فيديو لك، أنت تقوم تسوي بحث يطلع لك 1,000 غبي يضيع وقتك. فعلشان أنت لا يضيع وقتك لازم تختار شلون أنت تفهم النقطة هذه. يا أخوان نفس العملية في الدين، نفس العملية في الدين. الآن باليوتيوب وبالقنوات التلفزيون ظهر لنا مشايخ وليس علماء، مشايخ قصاصين يسمونهم أهل العلم الأصيلين، أهل العلم القدماء يسمونهم قصاصين، ليس عالم، ليس بعالم، حافظ لك كم آية وحافظ لك كم موضوع وقال لك أنا
شيخ وعالم وعنده أتباع بالآلاف. لاحظوا 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 أن 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 قنواتهم مثلا بتويتر تجد عنده 7 مليون متابع، 10 مليون متابع، ولكن العالم الرباني الحافظ المفتي كذا لو وضع تويتر 100 ألف 50 ألف. تمام، إيش هو الفرق؟ الفرق المتلقي نفسه. 50 ألف أو 100 ألف هذا متلقي أصيل، يعرف أن هذا عالم أصيل عنده علم أصيل. لكن 7 مليون اللي يتابعون الفاشل هذا الشيخ الدين السطحي لا يريدون العلم ولا يميزون العلم أصلا، بعضهم ما يميز العلم، يعتقد أن هذا على حق. تمام، لذلك ولله الحمد أكثر يعني الحكومات بدأت تكافح الناس الفشلة هذه القصاصين. يأتي الآن مثلا بعض المشايخ يقول فيديو، ينزل فيديو أو موضوع معين عن سياسة أو عن أمور كذا، فتجد الناس يهجمون عليه، يسبونه، يستهزئون في شكله كذا، مع أن هذا الشيخ أو هذا عالم الدين لو رجعت لمشايخة تلقاهم ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، فطاح العلماء في هذا العصر تتلمذ على يديهم، يفهم في التفسير وفي العلم وكذا. تجد الهجوم كله عليه طريقين، الطريق الأول المشايخ الفشلة الجماعات الأخرى يهجمون على صاحب العلم هذا، الطريق الثاني الناس نفسهم جهلة، الناس بأنفسهم جهلة ما يعلمون ما يميزون. يا أخي هذا ما جاك من الشارع، هذا رجل طلب العلم وهو صغير ومعروف، هذا شيخ فلان، هذا شيخ فلان، هذا شيخ فلان، تتلمذ على أيدي مشايخ. يجيك واحد شارب خمر، صاحب كازينوهات، صاحب سفرات إلى البلاد الماجنة، البلاد القذرة، تمام ولا لا؟ صاحب قمار، صالة قمار 24 ساعة سكران وصاحب قمار وكذا، يعني ما يفهم شيء بالدين، نسأل الله لهم الهداية. تجده مسلم ويحب الدين ويكافح، ما يرضى أحد يسب الدين حتى لو كان سكير عربيد، فيه أصل الدين وفيه خير إن شاء الله لعل الله يهديهم، لكن ما عنده علم بالدين، ما عنده علم بالدين، ويهاجم شيخ مفتي أفتى في مسألة معينة، هذا خطأ يا أخوان. تمام، ففي فروقات بين العلم الأصيل، مثل ما ضربت لكم مثل شخص كهربائي يشرح لك عن القواقع والشخص مقلد يشرح لك عن القواقع، في فرق. فيجب عليك أخي الكريم أنك إن شاء الله تستفيد من هالكلام اللي أنا قلته بإذن الله عز وجل. أنا أصبت فمن الله وأنا أخطأت فمن نفسي، مجرد كلام حبيت أنا أني يعني أنشر المتابعين الكرام الناس الطيبة المحترمة. فيديواتي في القناة من فضل الله جل وعلا الناس قاعدة تستفيد من فضل الله جل وعلا، ولا كان ما استمريت، والله كان ما استمر. أنا اليوتيوب ما أطمح أني أخذ منه دعايات أصلا لو وصل مليون متابع، لأني أساسا أنا أستحرم النقطة هذه، لأن اليوتيوب هو اللي يتحكم في الإعلانات، إعلان يطلع لك وحدة ترقص، موسيقى، إعلان ما أدري شنو، إعلان محرم غلط، فأنا ما أرضى أخذ فلوس من وراء الإعلانات هذه. تمام، هذه مو قناعتي الشخصية، البعض يقول قناعتي الشخصية، لا مو قناعتي الشخصية، هذا الدين، قال الله وقال الرسول. نشر موسيقى ما أدري شنو تأخذ بدالها فلوس، هذه فلوسها حرام. فأنا هدفي أساسا أني أنشر العلم اللي أنا أعرفه. تمام، قناتي باليوتيوب وصفحتي بالإنستغرام، إذا صار عندي شيء أنا ببيع، أنا رجال أترزق الله، مرة تبيع بذور، مرة تبيع شتلات، مرة تبيع شغلات كذا، إذا صار عندي شيء أبيع أنزله بصفحتي عادي، أنا أترزق الله بالحلال، أحط إعلان عندي شغلة فلانية للبيع. لكن الهدف الأساسي من اليوتيوب بالذات هو نشر العلم وفائدة الشباب، لأن يا أخوان أنا لما كنت صغير كنت طموح وعندي شوية جنون أبي أفهم كل شيء يعني بالحياة، فعانيت مريت بأزمات معاناة أن أنا بفهم النقطة الفلانية ما في أحد يعلمك. بعدين أكثر الناس يعتبرون العلم مثل السر،
ما يعلمك عشان انت لا تروح تسوي مثله وهو يخسر بموضوع معين. الارزاق بيد الله عز وجل. فتابعونا ونتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق. واسف على الاطاله وعزيزين وغالين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.